أرى العمر في صرف الزمان يبيد ولكن ويذهب لكن ما نراه يعود. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منك جديد. وإياك أن تشر الحياة بذلة هو الموت والموت المريح وجوده وغير فقيد من يعيش وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نرى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو وحيد. وليس له من ناصر غير تيم وليس له من ناصر غير نيف وسبعين مولا ما هناك مزيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والصائمين والذاكرين قبول الأعمال والطاعات والصحة في إكمال هذا الشهر والنجاة من النار والفوز بالجنة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الليلة الماضية عن نبي من أنبياء أولي العزم نوح عليه السلام، وحاولنا أن نتشبث ببعض ذلك النور الذي بينه لنا القرآن. وإلا حياة نوح عليه السلام 950 سنة كما ذكرنا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما استطعنا أن نأخذ دروسا وعبرا وتجارب في حياتنا، لأن حياة هؤلاء العظماء حياة عظيمة ودروس عظيمة كما ذكرنا، حياة فيها ما فيها من المواعظ من الدروس، حيث أن المؤمن
نتعلم من الأنبياء أن المؤمن أن يكون صبوراً، أن يكون مستقيماً في حياته، ليس من الوهلة الأولى حينما يأتيه كلام ودعاية وتشويش وما أشبه، رأساً ينهار وينسحب من الساحة لأنه يشاء إليه مثلاً بالكلام البذيء، بالكلام النابي. وهكذا نوح عليه السلام 950 سنة كل ما حاولوا أن يصرفوه عن الطريق كان مستقيماً، وهكذا إلى أن لاقى ربه وعاش 2500 سنة. فقط كان في قومه يدعوهم إلى عبادة الله 950 سنة قبل الطوفان، قبل الدعوة والرسالة 500 عام بعد الطوفان عاش نوح عليه السلام وأسس مجتمع جديد بعد أن أصيب ذلك المجتمع بالهلاك، لأن طبيعة المعاندين كما ذكرت حينما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأن بعد ما بهم فائدة، هذول أداة فساد، أداة يجب أن يشتدوا. وهكذا كما ذكرنا أن الله عز وجل حينما يعذب بعض الناس لأن بعد أن بلغهم وحذرهم وأنذرهم وبين لهم الأمور لكن مصرين. لهذا أخذنا ما أخذنا من حياة نوح عليه السلام وهو من أول الأنبياء من أولي العزم. حديثنا إن شاء الله سيكون في هذه الليلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نأخذ من نور هذا النبي العظيم إبراهيم أبو الأنبياء. كل الأنبياء الذين جاءوا كانوا من ذرية إبراهيم، كل الذين جاءوا من الأنبياء والمرسلين كانوا من ذرية إبراهيم. ولهذا حينما نقول ونذكر هذه الخصوصية فقط لإبراهيم، حينما نذكر الحبيب المصطفى أبو الزهراء محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ماذا نقول؟ هذه الخصوصية فقط لإبراهيم، نقول على عليه وعلى نبينا وآله التحية والسلام. أما حينما نذكر بقية الأنبياء لا، نقول على نبينا وآله وعليه السلام. هذه خصوصية لإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وأبو المرسلين، والله عز وجل ميزه بمزايا كما أن هناك مزايا لبقية الأنبياء الذين سنأتي إن شاء الله لبيان بعض جزئيات حديثهم. هناك خصوصيات الأنبياء، من هذه الخصوصيات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لإبراهيم سلام الله عليه أنه أمة، إن إبراهيم أمة قانتا، كان إبراهيم أمة قانتا لله. هو فرد واحد لكن كان يمثل أمة بوجوده، أمة بشخصه وبفاعليته وبنشاطه، مع أنه كان فردا لكن إبراهيم سلام الله عليه موقفه كان يمثل أمة، لأنه هو الوحيد في ذلك المجتمع الذي كان يعبد الأصنام، وكان نمرود قد أجبر قومه على عبادة الأصنام، على أن يتخذوا هؤلاء الأصنام وأن يتخذوه إلها هو من دون الله، وأن يتقربوا بالأصنام إليه إلى الله كما يزعمون نستجير بالله. فإبراهيم رفض وتحدى ووقف أمام النمرود وأمام المجتمع وأمام عمه، لم يكن آزر أبوه، لأنه أبو إبراهيم هو تارس كما يقولون الكلمة المشهورة اللي يذكرها المؤرخين، أن أبو إبراهيم كان اسمه تارس، وإلا لا يمكن أن إبراهيم عليه السلام يقول ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن وجب حقه علي وللمؤمنين والمؤمنات وأبوي عبد الأصنام، ما ممكن، لأنه لا يمكن. ونحن نعتقد أن الأنبياء آباؤهم كانوا من سلالة طاهرة مطهرة، ولهذا القرآن الكريم حينما يأتي إلى النبي الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وللأسف الشديد أن المسلمين ما بشنوا عندهم قضية ويا النبي ويا آباء النبي ويا أعمام النبي، أنه يقول البيهقي أني أجزم وأقطع أن آباء النبي كلهم في النار، كأنما ذهب ودخل بالجحيم ودخل في تلك الدركات، لأن درجات الجنة مقابلها دركات نزول. يقول كل آباء النبي كانوا في الجحيم في النار نستجير بالله، هذا كاتب من كتاب المسلمين ويخالف سيرة
أهل البيت، سيرة البقية من علماء المسلمين، لأنهم كثير من المسلمين لا يعتقدون بذلك، وكذلك يخالف منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما يأتي إلى النبي يقول وتقلبك في الساجدين، يقول الإمام المعصوم نعم هكذا كان يخرج من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى أخرجه الله إلى عالمكم. كان يتنقل من صلب طاهر، كما نقول الإمام الحسين أشهد أنك كنت في الأصلاب الشامخة والأرقام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها إلى آخر الزيارة. فهذه القضية في قضية إبراهيم، قالوا أبو إبراهيم كان كافر، ونحن نقول لا، هذا ما كان أبوه، كان عمه. والسيد صاحب الميزان رحمة الله عليه يلتفت التفاتة كلش لطيفة ويؤكد على أن هذا عمه مو أبوه في تفصيل يذكر صاحب الميزان. فهذه من الخصوصيات التي تميز فيها إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فأيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أيها الذي حقيقة يدافع عن دينه ويتمسك بعقيدته، لا تصغي إلى من يريد أن يتهمك بما حقيقة يضعف إيمانك، هديا على سبيل الأنبياء، هديا بالتمسك بنهج الأنبياء. وهكذا سبيل إبراهيم عليه السلام، وهكذا سبيل الحبيب المصطفى أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الخصوصية الأولى، أن إبراهيم كان أمة. خصوصية ثانية لم تعطى إلا للنبي، خصوصية ثانية لم تعطى فقط إلا للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حينما الله عز وجل قال في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الخصوصية الله يذكر إبراهيم بها، يقول قد كان لكم، قد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. إذن أكو خصوصية ثانية لإبراهيم عليه السلام، تأتي هذه الخصوصية مشابهة للخصوصية التي منحها الله للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. خصوصية ثانية أعطيت لهذا النبي، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليل، مع أن كل الأنبياء هم أخلاء، هم أحباب لله عز وجل، لكن هذه خصوصية لإبراهيم عليه السلام. والخليل بحمد الله أنتم أهل المعرفة والثقافة والعربية وهذه الأمور البلاغية، الخليل الصديق القديم الشديد العلاقة. أكو صديق؟ نعم، أصدقاء كثيرين، ربما أكو صديق أشوفه بالسبوع السنة كذا تصير عندك مجاملات وياه، أكو صديق آخر لا، مجرد أنه متحية من بعيد، أكو صديق المجاملة، صديق المكاشرة، صديق، أكو صديق حميم، أكو صديق حميم يكون عندك حقيقة، ربما يكون كما يقول الحديث رب صديق رب أخ لم تلده أمك. أكو صديق يكون بمثابة الأخ، ونستجير بالله، رب أنه يكون للإنسان أخو، لكن هذا الأخو يكون مو أخو، هذا يصير عدو، يصير إنسان دائما عنده مشاكل، عنده كذا. هذه كفكرة. إبراهيم عليه السلام كان حميما، إن إبراهيم كان خليلا، واتخذ الله، الآية القرآنية، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الصفة الثالثة لنبي الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أكو مراتب للأنبياء، أكو منازل للأنبياء. أول منزلة وأول درجة في سلسلة مراتب الأنبياء من حيث العظمة هي للحبيب المصطفى أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه من حيث مراتب العظمة الدرجة الأولى للحبيب المصطفى، حيث يقول النبي أخبرني جبرائيل إن جبرائيل قال أشرفت على شرق الأرض وغربها فلم أجد أحدا أحب إلى الله، الله عز وجل يخاطب، فلم يجد أحب
الي من الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل واشرفت على الارض شرقها وغربها فلم اجد احب قوم الي الى الله من بني هاشم. هؤلاء الله عز وجل الانبياء اصطفاهم واختارهم. نعم هنا القضيه مو قضيه قصريه، مو القضيه انه الله عز وجل يعني من يختار انسان يعني يعطي هذه الصفه، لا هذه فد ميزه، هذه فد خاصيه، هذه الخاصيه ربما بعض الناس مثل قضيه الصحبه. قضية الصحبة شرف، لا يوجد أعظم من أن يكون الإنسان مصاحبا لنبي، مصاحبا لرسول، مصاحبا لإمام، شرف عظيم. لكن هنا وهكذا الانتساب للنبي، ذكرنا البارحة ابن نبي نوح ابنه لما شافه يغرق فقال ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. شنو أجى الجواب؟ قال إنه ليس من أهلي. هنا ما اطلع عند صله السبب او صله النسب، لا اكد على ان هناك صله سببيه وصله نسبيه. الصله النسبيه اذا لم توثق بالاتباع الحقيقي لذلك الشخص لذلك النبي ما لها قيمه. ليش؟ لانه قال انه ليس من اهلك، التكمله انه عمل غير صالح. الاتباع والامتثال، ان اولى الناس، هنا الايه القرانيه تقول ان اولى الناس بابراهيم منه للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. اولى الناس اللي يتبعون النبي، اما انا كنت مع النبي 20 سنه 30 سنه لكنه لم ازداد من نور النبي الا بعدا، لم استفد منه علم النبي الا بعدا، لم اتبع النبي، لم اتخلق باخلاق النبي، وهكذا ان اكون الى جانب رئيس ملك لكنه اكون خائن نستجير بالله، ما لي فضل ولا منزله ولا شرف. المنزله والشرف حينما ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوا الاتباع. لهذا بعض الناس من يجون يجبرون على قبول هذه الفكره واللي ما يقبلها راسا راسا يتهمون به بما يتهمون. هذا الكلام مرد حقيقه، نخرج عن صلب الموضوع وتلاحظون الا فلان يكون هو خال المؤمنين. يا يعني اذا كان معاويه خال المؤمنين، مين خال؟ خال المؤمنين. اذا محمد بن ابي بكر هم خال المؤمنين، هم اخو السيده عائشه، هم اخو زوجة رسول الله، شو ذاك ماكو له كل خوله، بعدين ما عندها المنزله انه خال المؤمنين. زين ابو سفيان هم جد المؤمنين. وهذا أبا عبد المؤمنين ما عندنا الأمور هالاعتبارات، ولذلك حتى هم علمائهم يقولون هالقضية. سمعت حتى أحد علماء الوهابية قال هالقضية ما موجودة عندنا في كتبنا، هاي حديثة خال وعم وابن أخت. اليوم أولى الناس برسول الله بمن يتمثل بأخلاقه، لهذا إذا كان صحابي، إذا ضرب الله هنا زوجة منه زوجة نوح عليه السلام، الله عز وجل في سورة التحريم ذكرنا الآية أو ما ذكرناها، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم تغنيا عنهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يوم اللي يكون ابن نبي لكنه ما يتبع هدى ابوه، مع يقول ليس من اهلي. يوم اللي زوجة النبي مثل نوح وهو شيخ المرسلين اول انبياء للعزم، لكن زوجته الله عز وجل يقول وقيل ادخل النار إنها وزوجة هود وقيل ادخل النار مع الداخلين. هاي سورة التحريم اقرأوها بعد، مو من قرآن الشيعة ولا من مصحف فاطمة، هذا القرآن اللي موجود، هذا الكلام اللي كان يقولوه الحمد لله بوجود اليوم الفضائيات كلش واضح، قرآن عندنا واحد، لا عندنا قرآن ثاني ولا مثل بعض اللي يتهمون. نعم إذا إبراهيم عليه السلام هذه الصفات وهذه المزايا، صفة الخلة وصفة الأمة وصفة القدوة، وهو يعتبر بالمرتبة الثانية بعد النبي، يأتي بعد النبي بالمرتبة والمنزلة الثانية. ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، وفي 24 آية من القرآن الكريم ذكر اسم إبراهيم، 12 مرة فقط ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة. سورة إبراهيم نزلت سورة باسم إبراهيم، هاي كلها
بيها الغاز، بيها امور، بيها ابعاد، بيها اسرار ربما الانسان ما كان يعرفها. سوره ابراهيم تسلسلها يجي بالمرتبه ال 14. هاي بها اشارات ان من ذريه ابراهيم الله عز وجل يعطي للانسانيه وللبشريه ويختار صفوه من ذريه ابراهيم 14 معصوم وهم من ذريه ابراهيم. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم. هاي كلها اسرار في القران الكريم لابراهيم. ابراهيم عليه السلام عرف بالتحدي، وذكرنا جانبا من جوانب التحدي الذي تمثل به ابراهيم وتمسك به ابراهيم. ابراهيم تحدى عمه يوم اللي عمك كان يبيع الاصنام، قال له تعال اشتغل بيع الاصنام، قال له انا هاي شغله ما اتقربها. هذه شغله بها شرك وبها طاعه للشيطان، وهذه الله عز وجل يابى ان تعملها. اجبره وضربه ابى. اذا عرف ابراهيم بالتحدي، تحدى عمه وتحدى النمرود، تحدى النمرود الذي كان بعد ذلك الرجل الذي كان بسطوته وسلطانه وقدرته ويقول انا ربكم الاعلى، وكان في بابل. ولاده ابراهيم ودعوه ابراهيم وبدايه دعوه ابراهيم كانت في بابل في العراق. يوم اللي راد ابراهيم عليه السلام كما ذكرنا ان ابراهيم كان امه، تحدى القوم، تحدى قومهم، لم يبالي، لم يخاف من نمرود، من عمه، من المجتمع. جاءهم طبعا، انذرهم، حذرهم، وكما بينا وذكرنا في منهج الانبياء ومنهج القران، منهج القران منهج الاقناع، منهج الدعوه بالحسنى، لا الدعوه بالكلام الباطل وبالشتائم وبالفواحش وبالكلام الذي يثير الطرف الاخر، حتى وان كان هو مخطئ لكن هو يعتقد، هو يعتقد انه عقيده صحيحه. انا اجي الان اسب البوذي، البوذي يعتقد بوذا اله ورب وشايف عنده بعض الامور وبعض القضايا، انا اشتمه، انا اثير خفيرته، وهذا مو اسلوب الانسان اللي يتصل بالحكمه، هذا اسلوب المفلس. انا لو الان اريد اناقش واحد اول ما اجي اقول له انت كذا فيك وكذا كذا راح ينكار. ليش؟ انا ما دخلت الى قلبه، دخلت من خلال اثاره مشاعره. فانا اجي ادخل الى قلبه، احاكي عقله، اتبع اسلوب الحكمه. هكذا الانبياء. ابراهيم عليه السلام راد يحرك عقوله هايل خاويه. شنو سوى؟ ذات يوم خرجوا بعد ان تكلم معهم وحذرهم وقال يا هاي عباده اصنام، هاي لا تضر لا تنفع، هاي احجار البشر اصنعها، عقولكم نزهوها من ان تنزل هذه العقول الساميه اللي الله عز وجل خلق الانسان وميزه عن جميع الكائنات، تنزل الى ان تعبدون هذه الاحجار والاصنام. ذات يوم خرجوا للمعبد، عبدوا في المعبد، انتهوا خرجوا من المعبد، وذهب ابراهيم عليه السلام الى ذلك المعبد بعد ان خرجوا من المعبد، وحطم الاصنام، كسر الاصنام، واخذ الفاس خلاه بركبة الصنم الكبير، الصنم الكبير خلاه بركبة الفاس. القران يقول فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعقون كان ابراهيم يذكرهم ودائما يقول هاي عباده اصنام باطله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا ائتوا به. فاجى ابراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال اسألوهم، مضمون الآية، اسألوهم، اسألوهم ان كانوا ينطقون. قالوا له يا ابراهيم هاي احجار ما تنفع، لا تسمع، لا تضر، لا تفيد. راح يحرك منطقهم عقولهم ويعالجهم بهذا الاسلوب. قالوا اذا انتم تعرفون هاي الآلهة لا تضر لا تنفع، ما تدفع الأذى عن نفسها، كيف تريدون أن تدفع الأذى عن أنفسكم؟ هاي الأصنام داخل عنا في زمن دافع ما تحامي، مثل ذاك في زمن أبو ذر يوم اللي شاف إجا الثعلب أو الذيب
اجا وصعد على الصنم وبال في بال على الصنم، قال أرب تبول الثعلبان بأذنه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. إذا هذا الرب تجي الثعلب وتصعد عليه وتشلبه وتنقص عليه، أنتوا أذلاء لا تعبدون هذا الرب اللي ما يقدر يدافع عن نفسه يوم اللي شو قال. فهنا حركهم إبراهيم، فرجعوا إلى أنفسهم لعلهم إليه يرجعون. مضمون الآية شوية صيام لأنه خاف شوية تقديم وتأخير. رجعوا إلى أنفسهم قالوا أنتوا الآن البعض مشكلة أنه وإذا قيل لهم مضمون الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. وهي قضية التقديس للآباء، التقديس للماضي، اعتبار دائما التاريخ مقدس. وهي مشكلتنا مع بقية الناس الذين حقيقة يوم اللي تجي إلى التاريخ يقول لك هاي التاريخ قطعة نازلة من السماء، قطعة مقدسة لا تنسخ لا تنتقدها لا تقيسها. يا هاي أقلام دخلت، أقلام صنعت، أقلام أكو بضاعين وأكو مدلسين وأكو كذابين. يقول لك هذا التاريخ مقدس إلى أن وقعوا به ألف من المطبات. يوم اللي صارت القضايا اللي تلاحظوها بدأوا يراجعون أنفسهم أن هناك من الروايات والعشرات من الروايات. هذا أحدهم رجل أجوا يعلموه عبد الكريم الديساني، واحد من الفلاسفة الزنادقة. أجوا يعلموه قالوا مو مشكلة علموني أنا ما عندي مشكلة، لقد تركت وبثثت في كتبكم 4000 حديث كذاب. مو مشكلة أنا بعد أديت مهمتي. فهواي من الذين كانوا في زمن الأمويين، في زمن الذين جاءوا ووجدوا أحاديث فيها مثل مقارب عن أهل البيت وفيها تمجيد، أجوا مقابلة خلوا عن أخبار أعدائهم. إبراهيم عليه السلام هنا راد يحرك مشاعرهم، لكنه مشكلة كما ذكرنا في خطبة الجمعة. المشكلة وين؟ في الهمج الرعاة. المشكلة مو المتعلمين. الإمام علي بن قاسم الناس يقول الناس ثلاث، يا يخاطب أحد أصحابه يقول له الناس ثلاث، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، يتعلم بس هو على سبيل النجاة، وهمج الرعاة أتباع كل ناعق، ينعقون مع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. وسميت هذه الهمج، علماء اللغة يقولون هاي الدبابة جلكم الله اللي ما توكر وما توقف إلا على القاذورات وإلا على أفواه الكلاب. سميت هذه الهمج، همج الرعاة. يصورهم الإمام علي أولئك الناس اللي دائما على خف الطبل، على ذهب الطبل خفا يرجلي امشي هكذا، اقعد فكر حسب الله عز وجل. يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم من خلال العقل. هنا القصة إن شاء الله نخليها للأيام، لكن ندخل في هذه القضية وندخل ونأجل قصة إبراهيم وقضية ذبح إبراهيم لولده إسماعيل، وكيف أن الله عز وجل هداه وفداه بذبح عظيم، وقضية أنه إبراهيم لم يعطى ولم يؤتى ولم يرزق طفل إلا بعد أن بلغ ب 113 سنة، زوجته 90 سنة عمرها، زوجته الثانية سارة اللي هي بتخالة 117 سنة. سوف نأتي إن شاء الله في الأيام القادمة الآتية إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا إبراهيم عليه السلام ألقي القبر عليه من قبل جنود نمرود، وأرادوا قتل إبراهيم بأي طريقة؟ اخترعوا طريقة حتى يتشفون، حتى يشفون غيظهم من هذا الرجل الذي اعتدى على آلهتهم، كسرها، حطمها، أهانهم، تجاوز على كل شيء. حين ذاك أمر النمرود أن يجمعوا ذلك الحطب، جمعوا ذلك الحطب من كل
مكان حتى أن الطير كما تذكر الروايات، الطير إذا كانت في أعماق السماء، الطير كانت مرتفعة، ما أقول بالارتفاع، إذا كانت الطير قد مرت على تلك النار كانت تشعر بتلك اللهب وذلك الأثر من اشتعال ذلك النار. صنعوا ذلك النار، تلك النار لإبراهيم. زين، النار قضية، يريدون يرمون إبراهيم عليه السلام، شلون يرسلون النار؟ تحرقهم النار. فصنعوا بتخطيط من الشيطان ومن وحي الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن وساوس من يتحرك حقيقة بأمر الشيطان يستجير بالله. بعض الناس يشوفه يخترق بعض الأشياء حتى الشيطان ما مر على باله. تأخذون بعض الناس يقومون بعض القضايا إبليسية كأنما التخطيط شيطانية من وساوس الشيطان، من وساوس النفس الأمارة بالسوء. خططوا أنهم شلون يرمون إبراهيم عليه السلام حتى يرموه ويقذفوه في وسط النار. النار مشتعلة، نار كبيرة، ماكو شيء بالمنطقة إذا ما جابوا الحطب والنار. ويقولون أكو روايات أن حتى هاي الضفدع، الضفدع كأنما زينة لأنه حاولت أن تطفي النار. هكذا نذكر بعض القضايا، ما تقول هذه الأمور اللي البعض ربما إن شاء الله ما موجودين بالمجلس، لأنه صحيح بعض الناس ممكن يذكر قضايا ما تنسجم مع منطقة لسان عقل الناس، لكن هكذا نأخذها كعبارة ككلام مثل ما يقولون. الضفدع كانت تحاول تجيب المي حتى تطفي النار عن إبراهيم. أبو هريرة صداع كان ينفخ بالنار حتى يشعلها، كأنما كل إنسان هو طبيعته، شلون العقرب بعدم الطبيعة نستجير بالله. وهكذا صنعوا المنجنيق. المنجنيق أول من اكتشف، أول زمان اكتشف المنجنيق كما يقولون في ذلك الزمان، خلوا إبراهيم ولفوا إبراهيم وخلوا بالمنجنيق وقذفوا في السماء. هنا أنا إبراهيم، نبي الله إبراهيم، خليل الله إبراهيم، عظمة إبراهيم، إبراهيم الذي كانت قوته لأنه كان مرتبط بالله عز وجل، كان دائم الدعاء. ونحن حقيقة كما يقول الحديث الشريف، سلاح المؤمن شنو؟ الدعاء سلاح المؤمن. طبعا مو فقط نجلس، بعض الناس هاي إن شاء الله بين قوسين وإذا على وفقنا نتكلم على الدعاء، يجي للإمام المعصوم يقول له ادعي لي، الإمام يقول له ليش ادعي لك؟ شبيك أنت؟ إيدك وقوتك وفاسك، قوم اشتغل. الدعاء بعد أن الإنسان يبذل كل سعيه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقل اعملوا كما قرأنا هاي الآية اليوم في صلاة الجمعة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم اتوكل، ثم استعين بالله عز وجل، ثم ادعو. نعم الدعاء الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم. إبراهيم عليه السلام، وأختم حديثي في هذه اللحظة، في هذه المسافة، شوف إبراهيم وهو يلقى بالنار، في الطريق جاءه جبرائيل عليه السلام، حبيبي إبراهيم تريشي أنقذك تسوي شيء؟ قال له حبيبي جبرائيل، أما إليك فلا، لأن علمه بحالي يغني عن سؤالي. الله يعلم، أنا إلك ما أريد، هاي بالدرس. بعض الناس يريد سوف القضية، ها فلان راح سوف فلان قضية، فلان معاملة، فلان شغلة، إيه الحمد لله عندنا علاقات، فلان مسؤول وفلان ضابط وفلان كذا بالدائرة. يخلي الله عز وجل بعيد عن هذه العملية، عن هذا العمل، عن هذا. أول مرة خلي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعض الناس وصير عند الإنسان، وكلنا خطائين، يصير القضية يقول إيه الحمد لله أنا بعمل القضية فلان وأرتب وضعه وياه، وسبحان الله تروح لا فلان ولا الأكبر منه ولا الأصغر منه ما يسويها. ليش؟ لأن القضية الله يبقي للإنسان المؤمن درس، يقول له اتوكل علي، استعين بي. صحيح الإنسان يخلي له أمور أخرى، وسائل غير مباشرة، لكن الله عز وجل هي الوسيلة المباشرة والدعاء. إبراهيم قال له أما إليك فلا حاجة، علمه بحالي
يغني عن سؤالي. وهكذا الإمام الحسين سلام الله عليه حينما سقط إلى الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيرا، هناك توجه إلى الله عز وجل، قال رضا برضاك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، إلهي تركت الخلق طرفا في هواك وهيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. بتلك الحالة بتلك الكيفية جاءته أخته الحوراء زينب، قالت أخي أبا عبد الله نور عيني، قال زينب والله لقد زدتيني كربا إلى كربي، ليش أخي زينب اذهبي واحفظي لي العيال والأطفال، تقول لها أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك، الموت لا يرضى بدالك خويا الروح كل احنا فدالك. يا الله الآية الكريمة لي دفع البلاء سيما عن أهلنا بالعراق، وترون كيف يخططون وكيف يدبرون مؤامراتهم بلاجل من أجل هذا الشعب، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. دعانا بهذه الآية المباركة لأهلنا بالعراق، لجميع المسلمين، للمسلمين الذين يتعرضون إلى القناة التي تقصف إسرائيل على أهل غزة، كذلك هؤلاء الأبرياء المسلمين مظلومين، نحن بحمد الله لا نفرق بين أحد وآخر إلا أولئك الذين جاءوا بهذه النغمة الأخيرة، هذا فلان وهذا فلان، وإلا كلنا حقيقة. وهذه سيرة أهل البيت، طريقة أهل البيت، دعاءنا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الآية المباركة نقرأها سوية، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله، حصر الجمعة استجابة الدعاء في هذه اللحظات وهي من أعظم اللحظات في استجابة الدعاء للمؤمنين. نتوجه بهذه القلوب لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، تعجيل الفرج. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم نقسم عليك بحق المضطر، أجب كل مضطر ونحن المضطرون. يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشفع كل جائع، اللهم ارحم أمواتنا وأموات السامعين والجالسين، سيما أموات الحاضرين، أموات المؤسسين والباذلين من المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.